تقنية بحال ديال الكاس وأحسن، فقط بملعقتين. غادي ترفعي الخدود، غادي تشدي البشرة تولي منورة. شوفوا البنات النتيجة، أنا درتها لواحد الخد وخد لا، ها هي النتيجة كتبان قدامكم. ما غاديش يبقى عندك التجاعيد هنا حول العين ولا في الجبين. سهلة بزاف بزاف بزاف، فقط بملعقتين وإحدى الزيوت أو الكريم اللي صوبت معكم. ابقوا معايا إلى النهاية، غادي نوريكم واحد الطريقة رائعة لرفع وشد الخدود وإزالة التجاعيد من الوجه. البنات شوفوا النتيجة، هانتوما تشوفوا معايا النتيجة. شوفوا هذا راه ماشي هو هذا، انت غير هذا الخط غيبين لك، شتوه؟ شوفوا النتيجة راه هي واضحة، تبعوا معايا لا فيديو انا معكم. السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راه بغيت نهضر لكم على واحد الموضوع مهم 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 بزاف، سورتو البنات اللي كيسولوني بزاف 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 على التجاعيد في الجبين، التجاعيد هنايا. المهم الموضوع اللي كنت حطيت لكم فلاشين، او التقنيه اللي حطيت لكم فلاشين على حساب كيفاش نديروا المساج لوجهنا بالكاس، هذيك تقنيه واعره واليابان هما اللي كيديروها، وكنديروها حنا هنايا بواحد القوالب ديال السيليكون بالنسبه اللي بغى يدير الحجامه، وكدار حتى الوجه. كنوجه واحد التحيه كبيره للخبيره التجميل ناتالي اللي هي اللي وحات لي الفكره ديال هاد التقنيه اللي غادي نعطيكم اليوم، اللي هي سهله سهله وبسيطه للغايه. كما كتشوفوا من الصوره ديال الفيديو ومن العنوان، غادي نوريكم كيفاش غادي تحيدوا التجاعيد من هنايا، من الكونتور اولا من لونتوغاج ديال العين، حول الفم، من الجبهه وحتى الوجه، بواحد المكون غريب اللي هو الملعقه. اي واحد عنده ملعقه في الدار، فين ما بغى يكون في العالم راه عنده ملعقه في الدار، كويير كاينه في اي دار. المهم البنات غير تبعوا معايا، راه كتعطي نتائج واعره بزاف، وماشي تسمعوا ملعقه وغادي تحقروها. انا غادي نوريكم الزيوت اللي غادي نديرو، اشنو يساعدنا على دوك التجاعيد باش يغبروا، اشنو هو السبب ديالهم. السبب البنات هو نقص الكولاجين، وانا وريتكم كيفاش تصاوبوا الكريم ديال لوبان الذكر اللي هو غني جدا جدا في واحد المستوى عالي من واحد النسبه عاليه من الكولاجين. هو ملي كيولي عندنا النقص في الكولاجين كيولي الوجه اوتوماتيكمون كيدير. المهم التقنيه اللي وريت لكم ديال الكاس واعره البنات، واعره، طبقوا وداكشي اللي كنقول بقاو ديروه بالحرف. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي الكاس غادي يسخن، ما غاديش يسخن الكاس، انا قلت سخنيه من القاع ديالو، الفم ديالو ما يسخنش، يعني كيعطيك الحراره غير من الداخل ديالو. علاش انا ما تحرقتش؟ كيفاش انا طبقت الوصفه قدامكم وكتقولوا لي راه غادي نتحرقوا؟ البعض منهم انما الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا عدد اللايكات ولا عدد المشاهدات، ولا راه كلهم كيدلوا على ان الفيديو ناجح والوصفه نجحت معكم. الناس اللي اتصلوا بيا في الانستغرام وتواصلوا معايا كيقولوا لي شكرا ليك راه عطاتنا نتيجه رائعه، ولا حتى في التعليقات هنا في اليوتيوب، مع ان التعليقات كثرت فيه بلوكيت ليه التعليقات، هادشي اللي كاين. المهم البنات بلا ما نطول عليكم، غادي نوريكم دابا نوريكم الطريقه، غادي نقرب من الكاميرا وغادي نرجع معكم. انا البنات رجعت معكم دابا، قربت الكاميرا. كما كتشوفوا انا جربتها هنا واحد شويه، انا غادي نخدمها معكم دابا التقنيه باش تشوفوها عن قرب. راها واعره 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 البنات، وما غادي ما غاديش يعني تبقاو تستغناو عليها، راه هي زوينه، ما فيها حتى شي ضرر، ما فيها لا شي حاجه لا تحرقك ولا تضرك ولا تحبس لك الدم في وجهك، هذاك الشيء اصلا غير الهضره. الا كانت البشره كترهل بالمساج، علاش كنمشيو يديروه بزباب الفلوس في مراكز التجميل؟ علاش كنمشيو نديروا الحجامه للراس؟ علاش ما ترهلش؟ فهمت انا هاد الناس. المهم ما تبقاوش تديوها في التعاليق السلبيه، راه هي شويه ممكن يكونوا ناس من الميدان هما اللي تيكتبوا هذوك التعاليق بحال هكاك. المهم ما علينا، اليوم غادي نوريكم الزيوت اللي غادي ديروا. ديك المره هضرت معكم على حساب اللي وجهها ضعيف يعني ما عندهاش هادو، غادي دير زيت الحلبه، هضرت معكم عليها، او زيت القمح صافي. بالنسبه للمساج ديال اليوم على حساب التجاعيد، يا اما غادي ديروا الكريم اللي صوبت معكم انا ديال لوبان الذكر، راه هو ساهل مهل، راني صوبته معكم كما قلت لكم، راه كيتباع باثمنه خياليه، يعني كيتباع بواحد الثمن باهظ. انا وريت لكم كيفاش تصاوبوه في الدار باقل مجهود وبصفر تكلفه، فهمتوني اش كنقول لكم البنات؟ يعني هذاك راه صالح لهذا المساج اللي غنوريكم اليوم. وبالنسبه للزيوت الاخرى من غير هذاك الكريم، غادي تحتاجوا زيت اللوز، زيت اللوز البنات، او غادي تحتاجوا زيت الكوكو،
ماشي، زيت جوز الهند ياك، او زيت الزيتون. صافي، هاد ثلاثه الزيوت هما اللي يمكن لكم ديروا بهم هذا المساج، او ديروه بالكريم ديال ازاله التجاعيد. هاد ربعه بهم اللي توفر عندك ديري به. خلاص، زيت الزيتون راه ما كتخطاش شي دار، الحمد لله، حتى هي راه مزيانه بالنسبه لهذا المساج، حتى هي كتحارب الشيخوخه وكتحارب التجاعيد. صافي، هادشي راه معروف. صافي البنات، غادي نشد شويه ديال الزيت. انا هنايا غادي ندير زيت الزيتون، غادي تخوي واحد شويه حداك، غادي تخلي حداك، غادي تبداي كديري شويه ديال الزيت. صافي، كتحكي حتى كتسخن. هنا ما كتسخني وجهك ما والو. بالنسبه للبنات اللي عندهم المسامات واسعه، غادي تغسلي وجهك بالماء السخون مزيان عاد باش تبداي تدهني الزيت. الماء السخون كيحاول كيحلهم، باش انتي كديري لهم مساج هما كيتسدو، كيقلل منهم وكيقلل من الظهور ديالهم. صافي البنات، دونك اللي بغات ديرها للجبهه غادي تدهن الجبين ديالها مزيان. كما كتشوفوا انا راه كنصور دابا بالفولار، يعني ما يمكنش ليا ندهن كلشي، انا غير غادي نوريكم. مي ها نتوما كتشوفوا النتيجه في وجهي، راه انا عجبتني صراحه الله، وكتعجبني من زمان يا زمان. صافي، الدار ديال المعلقه، تجيبي اي معلقه عندك في الدار، ما يهمكش كبيره صغيره، على حسب البلاصه اللي بيتي انت تجبديها. مثلا هذه موين، ما هي كبيره ما هي صغيره. صافي، غادي تدهني ليها الدار ديالها هكا. السبب علاش دهنا ليها الدار؟ باش تبقى تجليسي، هي كتجليسي ما كتوجعكش. صافي البنات، غادي تشديها مثلا الى عندك التجاعيد هنا، التجاعيد الا كانوا عندك هنايا، صافي انت كتشديها وانت كتجبدي، باش ما تبقايش جري هاد البلاصه. مثلا غادي تجيبي وحده اخرى غادي تعاوني بها وانت كتجبدي، انت كتعاوني بها وانت كتجبدي، زوينه البنات، غادي توليو مدمنات عليها. كترفع الخدود، كتشد البشره، كتحارب التجاعيد، زعما راه شي حاجه انا اللي كتعجبني هاد المساج ديال الملعقه. بالنسبه للبنات اللي عندهم التجاعيد في الجبين، غادي يبداو يديروا بحال هكا، هما كيجبدوا حتى للشعر، انا غير كنوريك، غادي تجبدي حتى للشعر. بالنسبه اللي عندهم هنايا حول العين، انت كتجبدي، جبدي كلشي عند الشعر، ما تقولش ليا البشره غادي ترهل. وعلاش كنديروا ليها المساج في مراكز التجميل؟ كنقولها وكنعاود، انا راه كنستغرب في شي ناس اللي كيهضروا بهذه الطريقه بحال هكا. ما علينا، هذاك المساج البنات انا كنوريكم في نفس الوقت، نهضر معكم شويه. هذاك الفيديو البنات اللي حطيت ديال الشمعة والكاس، دار واحد الضجة في الانستغرام، دارها في تيك توك، دارها هنا في اليوتيوب. المهم راه تقنية واعرة، كنشجعكم عليها البنات ديروها، راها ما كدير حتى شي حاجة، بالعكس انا اللي قدامكم راني درتها، مالا شنو دارت ليا. شوفوا لا بغيتو ترفعوا الخدود شنو غديروا، شوفوا راه ما غاديش يرجع الوجه يترهل، كونوا على يقين. انا عجبتني هذيك خبيرة التجميل، واخا هي ما كتقل العربيه شي شويه. المهم ناتالي، كنوجه لها التحيه. انتم شوفوا، انتم يبان لكم الفرق هنا، نيت في الفيديو، راني ما كنقطع ما والو، الفيديو راه متصل مع بعضيته. ها انتم البنات شفتوا، راها واعره. شوفوا واش هذا هو، هذا شوفوا مزيان. شوفوا البنات الطريقه راها بسيطه وسهله. هذو اللي عندهم التكماش هنا هنايا، غادي يبداو يديروا بحال هكا، ممكن تخدموا بجوج مع بعضياتهم. سهله سهله الطريقه لابعد درجه، وكتحسي بواحد الارتخاء، بواحد الراحه، استرخاء يعني في صحتك وفي وجهك خصوصا، كتحسي بواحد الراحه زوينه بزاف. انتم البنات شوفوا، دائما جبدوا اي مساج بغيتوا ديروه لوجهكم، جبدوا الناحيه ديال الشعر، بحال دابا الجبين جبدوا الناحيه ديال الزغب، يعني فين كاين عندكم الزغب جبدوا ليه، اما هنا جبدوا لهاد الجهه ثاني من جهه الشعر اللي ورا الودن، من تما يعني باش ما غاديش يكونوا عندكم شي احمرار او تجاعيد او شي حاجه، فقط كما شفتوني انا كندير. بالنسبه للبنات اللي بغاو هادو، هانتوما البنات شفتوا، هانتوما ها، ممكن نديرهم بجوج. هانتوما البنات الطريقه راهي سهله وبسيطه جدا 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 جدا، وكتعطي واحد النتائج رائعه بزاف. ها حول الفم، سهل 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 بزاف. يعني هذا المساج والله انا تعجبني وحمقني، وصراحه ما بقيتش كاع نستغنى عليه لانه زوين. فاش تبغي تجبدي هنا ما تبقايش تجبدي نيفك، شديه بهادي، ما تجبديش نيفك باش ما يوليش داير لك بحال هكا، شديه بهادي، انت شاده بهادي وانت كتجبدي بهادي.
انتم شفتوا راه كاين اللي هابطين ليها هادو، كاين اللي عندها هادو مدليين، بقيت جبدي الفوق جبدي هاك. شوفوا البنات واللي الطبيبيزه ها صراحه مساج واعر، يعني انا عجبني بزاف 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 والنتيجه راضيه عليها. انتم كما كتشوفوا البنات صراحه راه رائع 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 بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هذه التقنيه، هذه راه سهله، ما عندك ما تشري على برا، لا ما عندكش زيت الزيتون، فقط غادي ديري ما عندكش زيت اللوز عفوا او زيت الكوكو، غادي ديري زيت اللوز زيت الزيتون عفوا او هذاك الكريم اللي صوبت معكم. راه الاغلبيه ديال البنات المتتبعات ديالي قالوا لي صوبناه وعطاهم نتائج زوينه صراحه، راه واعره البنات، ما تحتاجوش تغسلوا وجهكم، الا درتوه فقط مسحوه، راه زوين ما عنده فاش اديك، لان اللبان الذكر معروف 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 بانه كيحيد التجاعيد. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفه ان شاء الله يا ربي، او هذه التقنيه وتعطيكم نتائج زوينه وترجعوا تقولوها لي هنا في لي كومونتير. كنتمنى انكم توصلوا لفيديو لواحد 1000 لايك في ساعه، علاش لا، باش كينتشر وبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا كنحماق عليكم.